وفي ذات السياق تقدمت الشركة المتحدة للخدمة الإعلامية بالتحية والتقدير إلى اتحاد قبائل سيناء على حسن استقبال وفد مجلس إدارة وإعلامية الشركة المتحدة إلى شمال سيناء للاطمئنان على المصابين والجرحى من الشعب الفلسطيني الشقيق الذين جرى استقبالهم ورعايتهم على الأراضي المصرية. في هذا السياق تؤكد الشركة المتحدة اعتزازها وفخرها بالدور الوطني والتاريخي لمشايخ قبائل سيناء في دعم الجهود المخلصة لمؤسسات الدولة المصرية التي تستهدف تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة لكل أبناء سيناء. هو الدور الذي كانت شاهدة عليه كل المراحل الزمنية والمستمر حتى اليوم، والذي يؤكد بما لا يدعو مجالا للشك على التلاحم الوطني بين كافة أبناء الشعب ووحدة الصف المصري.